بسيط يعني، ما دام كل هذه الاشياء موجوده في الكتب بكل هذا الوضوح وهذا الدقه، يعني لماذا بعض المشايخ سمحهم الله يعني جعلونا نعتقد اشياء اخرى؟ هذا سؤال. وشيء اخر يعني اردت ان اقول لك، يعني احنا فعلا انا وزوجي وابنائي للاربعه الحمد لله بعد هذا الحساب تيقنا يقين الشديد بان فعلا مذهب اهل البيت هو الصح، وانا من هنا اعلنك شيخي باننا اتبعنا هذا المذهب بكل حب بكل صدق، فاسالك ان تدعي لنا يا شيخ. الهي امين، الهي امين، الله يوفقكم ويثبتكم. الاخت مسعوده من الجزائر، شكرا لك على هذا الاتصال.